ريم كويت بتقول أنا إنسانة مؤمنة بالطب الشعبي ومرة أحبه، لكن زوجي جدا يتضايق لما أعالج أطفالي بالطب الشعبي. ما العمل؟ يعني أنا مع زوجك، يعني في أشياء كمون ما كمون لسان الثور هذه معروفة، لكن إذا تتعمقين أكثر من كذا أنا أقول لازم تستشيرون طبيب. زوجك يعني خايف على أولاده عشان كذا، فابدأ بالطب العادي بعدين روح الطب البديل. إذا مرض بسيط إنفلونزا كحة ممكن بشرات ساخنة عادي ما نستغنى عنه، لكن إذا مرض شايد لا، إحنا ننصحك كلام زوجك فعلا هو صح، تودينهم المستشفى. والله لو هو بيتضايق خليه قولي له روح أنت بقى للدكتور وادفع يا حبيبي فلوس العلاج وادفع فلوس الصيدليات. لكن السؤال هنا اللي أنا بسأله لك أنت يا ريم، هل العيال بتخف؟ سؤال حلو بأمانة يعني. بس زوجك ما تكلم وضايق إلا أكيد أنت جبت العيد، أكيد جبت العيد، لأنه واضح إن العيال يعني تعبانة ومستمرة بالتعب عشان كده أنتوا بتتخنقوا. على فكرة الطب الشعبي وايد زين وايد حلو. لا والله ما عليك منه، عالجي عيالك أحسن من هالأدوية اللي تسوي سموم في الجسم. غيري سموم؟ لا هو شوف عن جد أحيانا في كتير أشياء بتصير مثلا ينسون و طبيب الغير شعبي يعني. هيك قصدي أنا.